حبيباتي السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير واموركم كامله في احسن الاحوال. الاقتراح اللي غادي نشارك معكم اليوم هو فطيره بحجم عائلي. صراحه التوجد ديالها سهل والقوام ديالها موجود في كل بيت. المقادير اللي غادي نحتاجو باش غادي نصاوبوا الفطيره ديالنا، عندي هنا ما مقدار 4 الكيسان مقدار كاس عنبه ديال دقيق ابيض فورس، تقريبا واحد 560 غرام. عندي هنايا جوج البيضات وبيض بيضه بحراره المطبخ. عندي هنا جوج الكيسان حليب دافئ مقدار كاس عنبه، هنا نصف كاس زيت نباتيه، ثلاثة ديال المعالق كبار ديال سكر خشن سنيدة، ملعقة كبيرة ديال الخميرة الفورية، كيس خميرة الحلوى مقدار 8 غرام، كيس الفانيلا، وملعقة صغيرة ملح. وهنا عندي خلطة درت ديال الزنجلان والنافع واللوز مطحون. هنا الاخوات عندكم الاختيار، يعني اللي وجد عندكم يعني غير الزنجلان والنافع تيبقى كفايه وصراحه تيجي زوين. والتزيين عندي هنايا صفر بيضه وعندي رقائق اللوز. على بركه الله ندوزو نهيئو الوصفه ديالنا. الاخوات في اناء ديال التحضير غادي نحط كيف ما قلنا ملعقة كبيرة ديال الخميرة الفورية، غادي نزيد عليها ثلاثة ديال المعالق ديال سكر خشن سنيدة، وغادي نضيف جوج الكيسان ديال الحليب الدافئ، وغادي نخلي هاد الخليط هذا يرتاح واحد المدة ديال 15 دقيقة بما تفاعلات ليا الخميرة، وعاد نقوم بتتمة العجين. نغطي الاناء ونخلي الخليط يرتاح. الاخوات ملي دازت 15 دقيقه ها هي الخميره ديالنا كيف ما تتلاحظوا تفاعلات مع السكر السنيده والحليب. غادي نزيد معلقه صغيره ديال الملح، غادي نزيد الفاني، نصف كاس ديال الزيت، ونخلط مزيان، وعاد نزيد جوج ديال البيضات وبيض بيضه، ونخلط الخليط مزيان كيف ما تلاحظوا. غادي نضيف الخلطه ديال الزنجلان والنافع وشويه ديال اللوز، طبعا حمرتهم. هنا الاخوات اللي بغاو يستعملوا الطراب اليدوي ولا الطراب الكهربائي ممكن. غادي نزيد هنايا الكيس ديال الخميره ديال الحلوه ونخلط، وعاد غادي نبدا نضيف الطحين بشويه بشويه. الشكل ديال العجين هنا الاخوات تيكون بحال العجينه ديال بحال العجينه ديال الشفنش، يعني العجين ما غاديش يكون عاقد وما غاديش يكون جاري بزاف كيف ما تلاحظوا. ونخلط بشويه بشويه، والطحين طبعا ما غاديش نضيفوه كامل في دقه واحده، غير بشويه بشويه باش ما نبقاو شادين العبار في يدينا كيف ما تلاحظوا. تلاحظوا الاخوات صراحه تجي هشيشه وتجي خفيفه، وطبعا بالمقاومات اللي درنا فيها النكهه ديال الفاني والنافع واللوز والزنجلان صراحه تجي فيها نسمه زوينه. حبيباتي ها هو الشكل النهائي ديال العجين، كيف ما قلت لكم تيجي بحال الشكل ديال العجين ديال السفنش. هاد الخليط هذا غادي نديروه في مول في طاوة. المهم انا خديت هاد المول هذا الضاير، دهنتها بشويه ديال الزبده ورشيته بالدقيق، ودابا غادي نخوي فيه العجين ديالي.
انتما كيف ما تلاحظوا كي تيجي مطلوق تماما بحال العجين ديال السفنج. غادي نحاول نقادها بهذا المول تاخذ الشكل الدائري، وطبعا غادي نخليها تخمر واحد المدة ديال 20-25 دقيقة، ومن بعد عاد غادي ندهنها بصفر البيض ونزينها وعاد ندخلها الفران. هاي الفطيرة ديالنا، غادي نغطيها بلو فيلم اليمونتير بالبلاستيك الغذائي، وغادي نخليها تخمر واحد المدة ديال 20-25 دقيقة ونتلاقاو من بعد. الأخوات، بعد ما دازت واحد 25 دقيقة، ها هي الفطيرة ديالنا. غادي ندهنها بالأصفر ديال البيض، نحاولوا ما نضغطوش بزاف وحنا تندهنوا كيف ما تلاحظوا. ملي دهنت الفطيرة غادي ندير فوقها رقائق ديال اللوز. هنا الاخوات عندكم الاختيار، تقدروا ديروا الكاوكاو، تقدروا ديروا الكوك، يعني التزيين تبقى اختياري. تقدروا ديروا الزنجلان، صراحة هادو كاملين تيجيو مزيانين. في هاد الأثناء أنا راني دايرة الفران تيسخن على درجة 180 درجة، غنخليه يسخن مزيان ونخلي الفطيرة تطيب نيت على نفس درجة الحرارة واحد المدة ديال 30-40 دقيقة. غادي نشعل عليها من التحت تتنضج وتحمر مزيان، وعاد نشعل عليها من الفوق. نتلاقاو بعد الطهي. حبيباتي، ها هي الفطيرة ديالنا ملي خرجتها من الفران، تتجي مذهبة وتتجي هشيشة ومفشفشة. دهنتها بشوية ديال العسل حيت هي اصلا ما حلواش، يعني الكمية اللي درنا ديال السكر قليلة. نقطعها باش تشوفوا كيفاش تتجي من الداخل كيف ما تلاحظوا هشيشة. ورطبة، قدموها لوليداتكم في الكوتي في الفطور العائلة ديالكم، صراحة تستاهل التجربة. نتمنى حبيباتي الوصفة ديال اليوم تنال الإعجاب ديالكم ويعجبكم الفيديو وتلايكيو وتشاركوا في القناة وتفعلوا الجرس. شكرا، وإلى اللقاء في وصفة وفيديو قادم إن شاء الله. تحياتي.